حاضر حاضر حاضر. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحتي ممكن نقابل الحاج أبو فتحي؟ أيوة يا حاجة. يا أبو فتحي أبو فتحي. أيوة أيوة. في إيه؟ تعال، في ناس عايزينك. ناس؟ أهلا وسهلا أهلا وسهلا. أي خدمة؟ إحنا أسفين إننا جينا من غير معادي حاج. مين حضراتكم بقى؟ أنا محامي مدام ماجدة والدة سلوى، وده الأستاذ يوسف عز الدين جوزها. جوزها؟ ممكن تسمح لنا بدقيقتين من وقتك يا حاج؟ اتفضلوا اتفضلوا. نعم، اي خدمه؟ انتم اهل مراتي، فحبيت اتشرف بمعرفتكم. ما عندك امه وتتشرف بينا احنا ليه؟ على العموم ماجده مش صغيره، وهي اتجوزت من غير ما تشور حد ولا تاخد راي حد، يبقى خلاص هي حره. وبنتنا كمان حره، دي بنت الغالي ولازم تعيش معانا احنا، مش تعيش مع حد غريب. حاجه سلوى تلمستي وانا مدرسها قبل ما اتجوز والدتها. على فكرة الأستاذ يوسف خرج من تحت إيده أجيال كتير قوي، مهندسين ودكاترة، وممكن تسألوا عنه. إحنا لا بنسأل ولا عايزين نتسأل. بس ده حقكم، وأنا واثق إن أنتوا لو سألتم هتلاقوه فعلا أهل للثقة، وحتأمنوا فعلا إن سلوى تتربى في رعايته. على العموم سلوى لها عم وله رأي في الموضوع ده الآخر. طيب ممكن ناخد عنوانه عشان نتشرف بمعرفته؟ ورحتوا له؟ أيوه. بس طلع شخص سخيف جدا، انا اسف. يعني يعني ايه؟ مصممين على القضيه؟ احنا قدرنا ناخد موافقتهم يستنوا السنه دي لغايه ما تظهر النتيجه، عشان اذا اتحكم لهم تقدر تنقل دراستها هناك. عايزين ياخدوا بنتي مني؟ ده انا موت. ما تخافيش يا مدام، دي بس مهله طلبناها عشان نعرف نتصرف، وان شاء الله مش هيقدروا ياخدوها. احمد اكد لي انه الوقت لصالحنا. يا رب. سيبيها على الله يا نبيلة، محدش هيشوف إلا اللي مكتوب لي يا بنتي. ونعمة بالله يا أمي، بس أنا من ساعة ما قالت لي كده وأنا ما بنامش قاعدة بفكر إيه اللي في دماغها، هو تقصد إيه وعايزة تعمل إيه. يمكن يا بنتي هتكلم الأستاذ يوسف عشان يخليك ما تروحلوش تاني. مش عارفة يا أمي، أنا حاسة كده إنك مخبية عليا حاجة، زي ما تكوني عارفة هي بتفكر في إيه ومش عايزة تقولي لي عشان ما تزعلنيش. وأنا هعرف منين يا بنتي؟ ده أنا مفيش بيني وبينها كلام من أصل، وانا سبق وقلت لك قبل كده انها بتدبر لحاجه عشان تربطك جنبها، لكن ايه هي الحاجه دي الله اعلم. ربنا يستر. احسن دماغ الست ام رياض دي، ربنا بس هو اللي يعلم فيها ايه. ربنا يقدم لك اللي فيه الخير يا حبيبتي. طيب يا ماما انا هروح بقى، احسن حماتي لو جت ما لقتنيش انت عارفه ممكن تعمل ايه. ما تخليكي شويه يا نبيله، انا لسه ما شبعتش من رياض. معلش يا ماما والنبي، وانت بقي تعالي احسن البلد هيجننوا عليكي. حاضر حبيبتي. ما تغيبيش عليا. حاضر. يلا. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله. مع السلامة يا نبيل. عادل بعد إذنك يا جماعة. منال إزاي؟ كويس. عايزك سوي. أتفضل. ها عملت إيه في الامتحانات؟ كويس الحمد لله. أنت عملت إيه؟ يعني الحمد لله إن شاء الله نعدي. وأخبارك إيه ومحدش بيشوفك ليه؟ أبداً، يعني الامتحانات واخدة الناس كلها. صح فعلا. منال أنت عايز تقولي حاجة؟ أنا؟ لا خالص، أنا بسأل عليك بس. لا، أخبار صاحبك ده إيه؟ صاحبي مين؟ مش فاكرة يا ربي اسمه. بسام مين؟ لا قصدي باسم. باسم ده زمانه جاي لي دلوقتي على فكره. بجد جاي؟ هو مش عنده امتحانات؟ عنده، بس هو ايامه غير ايامنا. ايه ده، اهو جاي على السير اهو. يا سوا ازيك؟ سوا كده برضه تنسى اسمي؟ سوري معلش. انت بإيراني مش كده؟
ازيك رانيا عامله ايه؟ رانيا مين يا عم باسم؟ دي منال. سوري معلش ما خدتش بالي يا منال. انا اصلي كل اللي فاكره اني اتعرفت هنا على ثلاث بنات وانت كنت واحده منهم. معلش الاسامي بقى دخلت في بعضها اعمل ايه؟ طب يا ريت ما تنساش اسمي تاني عشان ما ازعلش منك. انا عادل اخبارك ايه؟ انا اخباري كويس الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ اخباري اني جيت في ميعادي وهو ما اتاخرتش عليك. طيب يلا بينا بقى علشان نلحق نروح مشوارنا. يلا ايه ده؟ انتوا هتمشوا دلوقتي؟ انت عايزه حاجه مننا يا منال؟ انا كنت عايزاك في كلمه. عايزاني انا؟ الحقيقه مش هينفع، انا اصلي لازم اروح مع عادل مشوار مهم جدا. فضل. طب يا باسم شوف منال عايزاك في ايه وانا هروح اصور ورق عند باب تجاره وابقى ارجع لك عشان نمشي سوا. فضل. ما تتعوديش انك تعزميني على اي حاجه في يوم من الايام، للي ما تعودتش على كده. خلاص بقى انا سكت اهو، انت اللي عمال تتكلم في نفس الموضوع. قولي لي بقى الموضوع اللي انت عايزه تكلميني فيه ده؟ ابدا، بس يعني حاسه اني عايزه اتعرف عليك اكتر، نفسي افهمك، بحس انك غامض كده. غامض ليه؟ شايفاني لابس ماسك ولا متخفي؟ مش قصدي، بس ساعات بحس اني مش عارفه اتعامل معاك ازاي. احسن حاجه انك تتعاملي معايا بطبيعتك، دي احسن حاجه في الدنيا. وانت تتصرف بطبيعتك؟ انت شايفه ايه؟ معرفش، انا اللي بسألك، وبعدين انا معرفش طبيعتك اساسا. انا طبيعتي اني ما بعرفش اخد على حد بسرعه، وبرضه ما اعرفش احب حد بسرعه، لازم الاول اعرفه كويس قوي. طب يا سيدي انا موجهه لك دعوه ان احنا نعرف بعض اكتر، يعني نقرب من بعض. طيب افرضي عرفنا بعض كويس وقربنا من بعض زي ما بتقولي، وبعدين اكتشفنا ان احنا ما نصلحش نكون اصدقاء، هنعمل ايه ساعتها؟ طب خلينا نجرب. اوكي نشوف. ممكن نتقابل بره الجامعه؟ ليه يعني؟ يعني تهيألي هنكون على راحتنا اكتر. بره الجامعه فين يعني؟ اي مكان يعجبك. اوكي سيبيني بقى افكر في المكان وبعدين ابقى ارد عليكي. امتى؟ في الاجازه، ما انا حاجه الجامعه في الاجازه عشان في شويه حاجات كده بعملها هنا يعني. تمام، وانا كمان هبقي عشان اشوف النتيجه، بقى نتقابل هنا ونخرج سوا. هنشوف. باسم انت بتيجي الجامعه عشان تشوف عادل بس؟ لا ازاي، انا باجي عشان المكتبه المركزيه هنا فيها كتب ومراجع مهمه جدا مش موجوده في الكليه عندي. مراجع؟ انت على كده شاطر بقى. طبعا، هو عادل ما قالكيش ولا ايه؟ انا الاول على دفعتي كل سنه. ما قاليش، بس عارف انا مبسوطه اني عرفت منك انت. كويس قوي، عظيم. طيب انا هضطر امشي بقى عشان اتاخرت، وابقى اشوفك في الاجازه ان شاء الله. باسم انا هستنى الاجازه بفارغ الصبر. صباح الخير يا جميل. ايه؟ ما لعبتيش هدومك ليه؟ مش هتروحي الجامعه تشوفي النتيجه بتاعتك ولا ايه؟ ما انا هلبس وانزل على طول دلوقتي. طيب يا حبيبتي اروح انا بقى وانتي بيحصليني، ولا تحب استناكي؟ لا 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 انا هروح. طيب يا حبيبتي توفيق يا ماما. سلام. طمنيني. جيد جدا، وانت طمني عملت ايه؟ الحمد لله، اول مره في حياتي اجيب جيد جدا. الف مبروك. انا كده فرحتي كملت. انا عمري ما كنت هفرح اساسا الا اذا كنت اطمنت عليكي. يلا نروح لبابا بقى عشان نفرحه. ما يتهيأليش يكونوا رجعوا من المدرسه. خلاص نروح لهم المدرسه. لا يا حسام ما ينفعش، بابا يوسف ما بيحبش ابدا حد يروح له المدرسه في امور شخصيه. ايه يا سلمى؟ انت ليه محساني ان انت مش عايزاني اروح معاكي عندهم؟ في ايه؟ مفيش حاجه غير اللي بقوله لك.
مش مصدقني؟ معقول؟ ده انا اكدب الدنيا كلها واصدقك انت. عموما يلا بينا نحتفل دلوقتي بنجاحنا وبعد كده نبقى نطمن. لا اصل يعني بقول لك ايه، ولا اصل ولا فصل، مفيش اي اعتذارات. هنحتفل يعني هنحتفل، واذا كان على الاذن يا ستي انا هكلم بابا يوسف. لا لا وعلى ايه؟ انا هبقوله لما نروح. بس هنحتفل فين؟ اي مكان تشاور عليه. لو قلت لي طلعني القمر دلوقتي هشيلك جوه عيوني واتربيك. طب يلا بينا على الكافيتيريا. كافيتيريا؟ هو ده القمر اللي هنحتفل فيه؟ امال يعني كنت فاكرني هقول لك طلعني القمر بجد؟ لا بس يعني اي مكان كده يكون جميل بره الجامعه. لا انسى، بره الجامعه مستحيل. معلش يا منال، خلاص بقى مش نهايه العالم، ان شاء الله السنه الجايه تعوضيها وتنجحي بتفوق. دلوقتي ماما تيجي تديني كلمتين وورا منها سي حسام يجي يعمل عليا كبير وتبقى العجله انا من كل ناحيه بقى. وحسام نتيجته ظهرت؟ اكيد، وطبعا لو نجح تبقى فرصته عشان ترسم عليا على الاخر. يا رب يسقط. ليه كده بس؟ حرام عليكي، حد برضو يتمنى لاخوه سقوط؟ ربنا ينجحه يا رب ويعوضك خير عن السنه اللي سقطتيها ان شاء الله. وبعدين انا واحده اخوها مات قبل الامتحانات بشهر ولا شهر ونص، يعني معذوره يا ناس. الله يرحمه ويحسن اليه، كان نفسه قوي تنجح السنه دي.